سيداتي آنساتي وسادتي، الماشموم تيست تجربوا معنا العلاقة ديالكم. سامارش با سافا با، ما بقيتوش متأكدين كيف قبل، ما بقيتوش مرتاحين كيف قبل، نديرو الماشموم تيست. عيطوا 05 30 300 305 30 300 300. سعاد شخبارك؟ الحمد لله بخير امومو، اش اخبارك انت؟ كل شيء بخير الحمد لله. مرحبا، بغيتي تجربي سفيان؟ وي بغيت نجربو. مخلوعه؟ لا مخلوعاش، لا ما مخلوعاش، عاجي بلاكس مزيان. هكداك يلاه سعاد الي. شكرا بزاف امومو على خطاك. كنتي كتهضري مرخيه، قلت لها مخلوعه، قلت لها لا مخلوعاش، انا شكون كنخافوش حنايا مراكش وكان خافوش. بارك الله فيك. مرحبا سعاد. كان خافوش حنايا. بارك الله فيك. بلاد الدو ديات ما كان خافوش. مرحبا سعاد، غادي نعيطو صوفيا متجربي. هادي عام واربع شهور انت معاه؟ وي انا عام واربع شهور معاه، ونهار هضرت معاه وهو كيهضر ليا على المعقول والجواج. هي المعقول والجواج. مزيان؟ ديما كيقول لي هاد السيمانه غنجي لداركم، هاد الشهر غنجي لداركم، هاد السيمانه غنجي لداركم. كنقولها لوالديا كيوجدوا كلشي وما كيجيش، كيبدا تيقول لي لا راه الوالد مريض، لا تيبدا تيخرج لي بالاعذار بزاف بزاف. ودابا زكا معايا شهر اونص شهر 8 وفاض نص ديال شهر 9، ومنين تيقرب يبغي يجي كيبدا تيخلق مشاكل بيني وبينه باش ما يجيش. شحال مره هذيك القضيه هذيك ديال غنجي وما جاش؟ شحال من مره. بزاف المرات، ديما توصل الشهر. ودابا منين زكا معايا بيجي في هذا النص شهر 9 ما باقاش كيتلاقى معايا، ما باقاش كيعيط، كيبقى ما حتى شي حاجه. وكنقول له ولد الناس واش بغيتيني قولها ليا، ما بغيتش تقولها ليا، راه ما كاين حتى مشكله، كتضيع ليا غير وقتي. شوف نيشان نيشان وهكا مخسر ليا الصوره ديالي مع والديا، يقول لي هذا كيتفلى علينا، هذا كيجي لينا، واش بغاك يجي ما بغاك صافي. كنقولها ليه كيقول لي انا غنجي، شوف شي يقول لي عاوتاني لا بلاتي لا هاجي لا هاجي، متردد ما عرفش انا مالو. ولا شي حاجه ملي كنتخاف انا وياه هكا كنتناقشوا، تيقول لي اش فهمت الناس انت في طريق وانا في طريق. كنقول لي صافي ولد الناس، كدوز ساعه ولا ساعتين كيتصلوا باش يقول لي حبيبه انا بغيت نشوفك، انا توحشتك، انا باغيك المعقول. انا كنقولها بحال قلتي ديال الله يعاونك، لا ما تجيش على هضرتي، انا ما تجيش لي على هضرتي، انا تنبغيك، انا كنحماق عليك. انا ها وهادي الشهر ما شتيش انتيا؟ دابا الشهر هادي باش نتوما في نفس المدينه نتوما؟ في نفس المدينه، الا بيتلاقى معايا طرونسبور يطلع عندي. والشهر ما تلاقيتيش معاه؟ 20 دقيقه تلقى عندي. مرة كانت تخدم انا ويا تيكون المشكل من عندي، وكيجي كاينه في وسط الخدمه وكيجي لعندي للخدمه. واخا لا واخا سعاد، نعيطوا سعاد، جربوا سعاد. اوكي وفايتك لقيتي بزاف ديال البنات ونمر البنات في التليفون ياك؟ وي كيقول لي ما كاينينش عندي البنات، ومن واحد ما تقلب في التليفون لقيت عنده بزاف ديال البنات. ومشكله حيد لي التليفون، حيد لي الواتساب، فارس لي التليفون، تيقول لي بغيت. كنقول له انا درت معك بزاف ديال الفلوس، حتى حاجه ما بغيتش. هذا التليفون ما فيهش واتساب، ما فيش كونيكسيون. هو حيدو ليك؟ هو حيدو ليا ما مره ما جاش. ولا الزعما كيقول لي انا بغيتك، كنقول له بغيتيني ويجي، علاش انت دايرني ومحصرني بحال هكا ما حتى شي حاجه؟ ايوا يجي. ولا عاوتاني انا ولا ما فهمتش. ولا واش تبي تشوف كاع التليفون في الواتساب وفي زعما سمارتفون وحيدو لك؟ خديتي تليفون عادي؟ وي كلشي حيدو ليا. ولا مره بدلت النمره لا قبلو ولا ولا بدلت النمره الاولى الثانيه، كنقول لي بغيتيني، لا بدلت انت نمرتك ونبدل انا نمرتي ونبداو من الزيرو. ولا لا انت نمرتك اللي فيها المشكل، كنقول واخا لا هادشي ماشي معقول. ما عرفتش انا نقول لكم بكل صراحه، هادشي ما تبقاش ما تقبلوش، هادشي ما بقاش غادي تقبلوش. حيت كنبغيك حيدي التليفون، حيدي الكونيكسيون، حيدي ما كاينش حيدي. حيدي هادي، لما تدخلش الواتساب تندخل انا. هادي تسطيه هادي ديال واحد، حيت كيبغي وحده يحيد لها كل شيء، يحيد لها الكونيكسيون، يحيد لها صحاباتها، يحيد لها كل شيء. زعما لا كل شيء هادي تسمى عمليه العزل. كل واحد يعيش حياته، بغيتي تكون مع الواحد خلي واحد يعيش حياته، انت عيش حياتك وكل ما بعضياتكم. لا عرفتي دابا سخنتينا، عرفتي دابا عرفتي الا ما عرفتيش غادي دير ليه. انا عيطت لسفيان جربوا ثلاث صوت مهمه جدا، غنزيد الشرط كي نحضر مع الشروط اليوم. الشرط الاول هو
مش تيست بوزيتيف نيجاتيف يقدر يعزك ما يعزكش انت. ثاني حاجه خاص بلاتي احسن الا ما عزكش انت، غادي ندوزوك في الاخر باش ما كان. ورابع شاط وانا غادي نتكلف بها انا الاول. اوكي واخا ماما شكرا لاختك. شو ماتش نعيطو؟ نعيطو ماما ما يبقى ما ديريش الماكيا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اش اخبارك لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. طول عمرك. الحمد لله سيدي. نقدم لك راسي. مرحبا. معك فاتي من شركة ورود المغرب. احنا واحد الشركة مختصين في بيع الورود، وفي اطار تعريف بالمنتوج ديالنا اكثر درنا واحد القرعة صغيرة. ومبروك عليك سيدي، راك ربحتي معنا. وكاين فلاغ تقدر تهدي للحبيبة الخطيبة ولا الزوجة ديالك. يكفي تعطيني السمية ديالها، المدينة ورقم التليفون، احنا كنصيفطوها لها حتى لباب الدار. لما تبغي تعطي هاد البوكيت فلاغ. واخا لا العنوان ما حافظش مزيان. ماشي مشكل، عطيني السمية ديالها والمدينة والنمرة ديال التليفون، حنا كنتكلفو. واخا لا بارك الله فيك. شنو السمية؟ سعاد. سعاد. اين مدينة؟ مراكش. مراكش. شنو تبغي تكتب لها مع البوكيت فلاغ؟ هي اللي كاينه كنحماق عليها تنموت عليها. واسد زوج بها. واسد زوج بها. وخلينا خليها تستعمل التليفون وخلي لها كونيكسيون مسكينه. او واش العالم كان بغيت تكونيكتا وهي ما تكونيكتاش؟ اخويا اخويا سفيان. اخويا سفيان. ولاش حيب حيد التليفون اخويا؟ علاش حيد التليفون انت ما تبغي تقطع العالم؟ خليها كونيكتا مع العالم. اش خبارك سفيان؟ كلشي بخير معاك؟ مو موراك معنا في الماتش ممتاز. كاينه سعاد اللي عيطتنا باش نعيطولك باش نجربوك ندوز عليك. سعاد تهضري معاه. الو. يا الكبيده. الكبيده ديال الشهر ماشي الكبيده. الكبيده. القليب. انت اللي خليتيني نشكلك الصراحه وما عرفت باقي ما ما نكذبش عليك. ياك. ولا عندي غادي انت اللي عندي. ايوا ما نكذبش عليك. سعاد عزك بدون تردد. شكون قالك سعاد؟ كلشي فين ساكنه؟ الامور هي هذيك. الله يكمل لكم الخير اخويا. سفيان. نعم سيدي. انت غادي نجيو وما تستعمل على اساس ما كاينينش. قريب على هذا الصف هذا اليوم ان شاء الله. يلا يكمل بخير اخويا. هاد السيده هادي اللي كنت ناوي معاها. معقول اخويا. شكرا بزاف. معقول 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 معقول. الله يسلك الامور اخويا. سعاد بقيتي على خاطرك؟ وي بقيت على خاطري. ثاني كهبة وحق الله ماما شكرا بزاف. الله يخطيك بزاف بزاف وحق الله. مرحبا مرحبا مرحبا. ماشي ممتاز. ديروا معنا ممكن 05 30 300 300 05 30 300. لاباس الحمد لله. انت لاباس؟ كلشي بخير. منين جيتي سمعتي اوديوات ولا شتي ميساجات ولا شتي اونلاينات؟ لا بلا جوابات. جوابات جوابات ولا كيتعطلوا. واخا ايوا كتوقع كتوقع كتوقع. بغيتي تجربي ياسين؟ هادي 9 سنين وانت معاه. 9 سنين وانا معاه. واو واو. من 2012. قبل 2011 2012 نقدروا نقولوا 2012 بدات زعما صافي تشدها ديك الساعه لا غولاشين. ولا عم جاي ان شاء الله تكملوا 10 سنين. 2022 نكملوا 10 سنين. ومازال ما كاين شي معقول؟ كاين شي خطوبه؟ كاين شي زواج؟ وكاينه النيه زعما قلنا تما كنبغيو نديروا شي خطوه كتعكس شي حاجه وكنقولوا فيها خير. جات كورونا كل مره واش دابا حددنا ديال 2022 قلت لي زعما الا ما كانت شي حاجه شي خطوه من عنده ولا شي حاجه صافي. درتي لي الله يعاون. درتي لي صافي الحد الادنى. الحد الادنى. درتي لي تاريخ الصلاحيه. صافي 10 سنين اهو. تاريخ الصلاحيه العلاقه. علاش بتجربي ياسين ايمان؟ تبدل ديغنييغمون ولا كيتعصب ما بقاش كيجاوب دغيا ما بقاش كيف ما كان في الاول ما بقاش كيبغي يشوفني كيف ما الاول زعما. دابا دابا في الاول ديالك انت خصك تعطينا التحديد ديال التدقيق في المساله. واش في الاول هذه 9 سنين ولا في الاول هذه 6 شهور ولا في الاول هذه عامين؟ نقدروا نقولوا 3 شهور. هاد الشهرين الاخر تبدل عليا ما بقاش كيف ما كان شحال هادي. كتلاقاو بزاف؟ كنا كنتلاقاو بزاف. كنا كنتلاقاو 3 الخطرات 4 الخطرات في السيمانه تقريبا. دابا ولينا كنتلاقاو مره في السيمانه مره في 15 يوم. وقلتي عليه؟ قلت عليه وتيبدا زعما كل مره كيدير اسباب زعما نقصوا خصنا نقصوا باش ما نديروش هذه. المهم
المهم اسباب تافهه بالنسبه ليا. خاصنا نقصوا باش ما نديروش. كنقنع راسي وكنقول لا زعما باش من باش من من ملوش. من تروش من من ملوش. باش ما تملوش بعضياتكم خصكم تتلاقاوش. كنا غنملو. كون كنا غنملوكم لينا شحال هذه زعما. ولا كنت غادي تملو خاصكم نقصوا باش ما تملوش ربعياتكم باش ما يكونش الملل. كيفاش غديروا تتزوجوا؟ فاش تتزوجوا كي غديروا؟ كنقولها ليه ايوا المهم نعيطوا ما عرفتش كيجي من غير اسباب نعيطوا. الهضره قلالت لي ميساج الجواب كيتعطل وراح سلوان واحد كيكون مرات في حاله اللي ما كيكونش فيها عندوش لقانا. ثلاث شروط مهمة جدا في المشموم تيست، المشموم تيست هو التيست يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف يقدر يعزلك انت ما يعزلكش انت، إلا ما عزلكش انت غير بلاتي أحسن ولا بد في الأخر تخضري معاه باش ما كان سواء عزلك ولا ما عزلكش. متفقة إيمان؟ متفقة. وأنت في كامل قواك العقلية متفقة؟ متفقة. نعيطوا. صافي جاكسبت لي كونديسيون سا مور. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، اش اخبارك لاباس عليك؟ وعليكم السلام لاباس الحمد لله. الحمد لله، نقدم لك راسي. مرحبا. معك فاتي من شركة ورود المغرب، احنا واحد الشركة مختصين في بيع الورود، وفي إطار تعريف بالمنتوج ديالنا أكثر، درنا واحد القرعة صغيرة. ومبروك عليك أسيدي، كنتي ما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معنا بوكيت فلور، تقدر تهدي الحبيبة، الخطيبة، ولا الزوجة ديالك، يكفي تعطيني السمية ديالها والمدينة ورقم التليفون وحنا كنصيفطوه لها حتى لباب الدار، لما تبغي تهديه. لحبيبتي ايمان. داكوغ، وشنو تبغي تكتب لها مع البوكيت فلا؟ هاكا نبغيك بزاف. داكوغ، الله يخليكم بعدياتكم. الله يكون بخير اسيدي، وراك رجعتي. مومو عرفتي من الاول؟ انت كنت عارفها من الاول انت؟ انا عرفت من الاول. ولعبتي معنا، كمل معنا، كمل معنا اللعبه. الله يكون بخير اخويا، كلشي بخير يا ياسين، صحة لاباس. الله يحفظك لي يا خويا مومو، الله يلا نهار كبير. مرحبا اخويا، مشرفين اخويا. انا كنت شحال من خطره عييت باش نشارك معاك اخويا مومو، نهار كبير هذا. انت شاركتي في المشموم، جاتك في المشموم. الله يحفظك. خرجات في المشموم اخويا. ايمان هي اللي معيطه لنا باش نعيطوا لك باش نجربوك ياسين، مبرصطه الايام هذه بقيتوا كتلقاو بزاف، ميساجات تقاليتي شويه، انت كتهضر على الملل، ما فهمت والو، بغيت تتاكد. 10 تبارك 10 9 سنين اخويا 10 هذه. اييه 10 10 العشرة. غنبقاو له العشرة، العام الجاي العشرة. إيمان هضري مع ياسين. مش عرفتيني أنا. عرفتك أنت باينة، على شحال عندي منك. ياك. إيوا صافي نجبتي نجبتي. يا ميرسي بوكو حبيبة، كنبغيك بزاف. ميرسي كنبغيكو، المهم. المهم حتى بعد نقول لك. المهم من بعد نقول لك. بعد نشرح لك. بعد نقول لك. بعد نشرح لك. وإمتى الزواج؟ قريب ان شاء الله اخويا مومو. وما يسال الامور اخويا، الله يكمل بالخير. الله يحفظك لي يا اخو مومو، ميرسي بوكو اخويا مومو. مرحبا اخويا، مرحبا. والنهايه السعيده ديال الماش ممتاز، دير معنا الماش ممتاز 035 300 300 035 300 300. درتي لي الحد الادنى. الحد الادنى. درتي لي تاريخ الصلاحيه. صافي 10 سنين اهو. تاريخ الصلاحيه العلاقه. علاش بتجربي ياسين ايمان؟ تبدل ديغنييغمون ولا كيتعصب، ما بقاش كيجاوب دغيا، ما بقاش كيف ما كان في الاول، ما بقاش كيبغي يشوفني كيف ما الاول زعما. دابا بقيتي دابا في الاول ديالك انت خصك تعطينا التحديد ديال التدقيق في المساله، واش في الاول هذه 9 سنين ولا في الاول هذه 6 شهور ولا في الاول هذه عامين؟ نقدروا نقولوا 3 شهور، هاد الشهرين الاخرى تبدل عليا، ما بقاش كيف ما كان شحال هادي. كتلاقاو بزاف؟ كنا كنتلاقاو بزاف، كنا كنتلاقاو 3 الخطرات 4 الخطرات في السيمانه تقريبا. دابا ولينا كنتلاقاو مره في السيمانه، مره في 15 يوم. وقلتيها ليه؟ قلتها ليه، وتي زعما كل مره كيدير اسباب زعما نقصو خصنا نقصو باش ما نديروش هذه هذه. المهم اسباب تافهه بالنسبه ليا. خاصنا نقصو باش ما نديروش. كنقنع راسي وكنقول لا زعما باش من باش من من ملوش. زعما تروش من من ملوش. باش ما تملوش بعضياتكم خصكم تتلاقاوش. كنا غنملو. كون كنا غنملوكم لينا شحال هذه زعما. ولا كنت غادي تملو خاصكم نقصوا باش ما تملوش ربعياتكم باش ما يكونش الملل. كيفاش غديروا تتزوجوا؟ فاش تتزوجوا كي غديروا؟ كنقولها ليه ايوا المهم نعيطوا. ما عرفتش كيجي من غير اسباب نعيطوا. الهضره قلالت لي ميساج الجواب كيتعطل وراح سلوان واحد كيكون مرات في شي حاله اللي ما كيكونش فيها عندوش لقانا. اه
ثلاث شروط مهمه جدا في المشموم تيست. المشموم تيست هو التيست يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف، يقدر يعزلك انت ما يعزلكش انت، الى ما يعزلكش انت غير بلاتي احسن، ولا بد في الاخر تخضري معاه باش ما كان سواء عزلك ولا ما عزلكش. متفقه ايمان؟ متفقه. وانت في كامل قواك العقليه متفقه؟ متفقه. نعيطو صافي الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ وعليكم السلام، لاباس الحمد لله. الحمد لله، نقدم لك راسي. مرحبا. معك فاتي من شركة ورود المغرب، احنا واحد الشركة مختصين في بيع الورود، وفي إطار تعريف بالمنتوج ديالنا أكثر، درنا واحد القرعة صغيرة، ومبروك عليك أسيدي، كنتي ما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معنا بوكيت فلاغ، تقدر تهدي الحبيبة، الخطيبة، ولا الزوجة ديالك، يكفي تعطيني السمية ديالها والمدينة ورقم التليفون، وحنا كنصيفطوه لها حتى لباب الدار، لما تبغي تهديه؟ لحبيبتي إيمان. داكوغ، وشنو تبغي تكتب لها مع البوكيت فلاغ؟ كنبغيك بزاف. داك الله يخليك لكم بدياتكم. الله يكون بخير اسيدي. وراك نجحتي مومو. عرفتي من الاول؟ انت كنت عارفها من الاول انت؟ انا عرفت من الاول. ولعبتي معنا، كمل معنا، كمل معنا اللعبه. الله يكون بخير اخويا، كلشي بخير يا ياسين، صحة لاباس. الله يحفظك لي اخويا مومو، والله الا نهار كبير. مرحبا اخويا، مشرفين اخويا. انا شحال من خطره عيطت باش نشارك معاك اخويا مومو، نهار كبير هذا. وانت شاركتي في المشموم، جاتك في المشموم. الله يحفظك. خرجات في المشموم اخويا. ايمان هي اللي معيطه لنا باش نعيطوا لك باش نجربوك ياسين، مرصطاد هادي بقيتش كتلقاو بزاف، المساجات تقاليتي شويه، انت كتهضر على الملال، فهمت والو، بغيت تتاكد. 10 تبارك 10 9 سنين اخويا 10 هادي. اييه 10 10 العشرة. هم قولوا العشرة، العام الجاي العشرة. إيمان هضري مع ياسين. مش عرفتيني أنا. عرفتي كنت شي باينة، على شحال عندي منك. ياك. إيوا صافي نجحتي نجحتي. يا ميرسي بوكو حبيبة، كنبغيك بزاف. ميرسي كنبغيكو، المهم. المهم حتى بعد نقول لك. المهم من بعد نقول لك. بعد نشرح لك. بعد نقول لك. بعد نشرح لك. المهم حتى الزواج. قريب ان شاء الله اخويا مومو. وما يسال الامور اخويا، الله يكمل بالخير. الله يحفظك لي اخويا مومو، ميرسي بوكو اخويا مومو. مرحبا اخويا، مرحبا. والنهايه السعيده ديال الماش ممتاز، دير معنا الماش ممتاز 035 300 300 035 300 300. ملال كيفاش غديروا تتزوجوا؟ فاش تتزوجوا كيفاش غديروا؟ كنقولها ليه. ايوا المهم. نعيطوا. ما عرفتش نبغي اسباب نعيطوا. تضرق لالكس لي ميساج الجواب كيتعطل ولا حسوان واحد كيكون مرات في شي حاله اللي ما كيكونش ما عندوش القانه. ثلاث شروط مهمه جدا في المشموم تيست. المشموم تيست هو التيست يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف، يقدر يعزلك انت ما يعزلكش انت، الى ما يعزلكش انت غير بلاتي احسن، ولا بد في الاخر تخضري معاه باش ما كان سواء عزلك ولا ما عزلكش. متفقه ايمان؟ متفقه. وانت في كامل قواك العقليه متفقه؟ متفقه. نعيطو صافي. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ وعليكم السلام، لاباس الحمد لله. الحمد لله، نقدم لك راسي. مرحبا. معك فاتي من شركة ورود المغرب، احنا واحد الشركة مختصين في بيع الورود، وفي إطار تعريف بالمنتوج ديالنا أكثر، درنا واحد القرعة صغيرة، ومبروك عليك أسيدي، كنتي ما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معنا بوكيت فلاغ، تقدر تهدي الحبيبة، الخطيبة، ولا الزوجة ديالك، يكفي تعطيني السمية ديالها والمدينة ورقم التليفون، وحنا كنصيفطوه لها حتى لباب الدار، لما تبغي تهديه؟ لحبيبتي إيمان. داكوغ، وشنو تبغي تكتب لها مع البوكيت فلاغ؟ كنبغيك بزاف. داك الله يخليك لكم بدياتكم. الله يكون بخير اسيدي. وراك نجحتي مومو. عرفتينا من الاول، انت كنت عارفها من الاول انت؟ انا عرفت من الاول. ولعبتي معنا، كمل معنا، كمل معنا اللعبه. الله يكون بخير اخويا، كلشي بخير يا ياسين، صحة لاباس. الله يحفظك لي اخويا مومو، والله الا نهار كبير. مرحبا اخويا، مشرفين اخويا. انا شحال من خطرة عيطت باش نشارك معاك اخويا مومو، نهار كبير هذا. ايوا انت شاركتي في المشموم، جاتك في المشموم. الله يحفظك. خرجات في المشموم اخويا. ايمان هي اللي معيطه لنا باش نعيطوا لك باش نجربوك ياسين، مرصطاد هادي بقيتش كتلقاو بزاف، المساجات تقاليتي شويه، انت كتهضر على الملال، فهمت والو، بغيت تتاكد. 10 تبارك 10 9 سنين اخويا 10 هادي. اييه 10 10 العشرة.
بقاو له 10 العام الجاي 10 ايمان هضري مع ياسين مش عرفتيني انا عرفتك انت باينه على شحال عندي منك ياك ايوا صافي جيتي يا ميرسي بوكو حبيبه كنبغيك بزاف ميرسي كنبغيك المهم نعيطو صافي جاكسبت لي كونديسيون سامح الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، اش اخبارك لاباس عليك؟ وعليكم السلام، لاباس الحمد لله. الحمد لله، نقدم لك راسي. مرحبا. معك فاتي من شركة ورود المغرب، احنا واحد الشركة مختصين في بيع الورود، وفي إطار تعريف بالمنتوج ديالنا أكثر، درنا واحد القرعة صغيرة. ومبروك عليك أسيدي، كنتي ما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معنا بوكيت فلور، تقدر تهدي الحبيبة، الخطيبة، ولا الزوجة ديالك، يكفي تعطيني السمية ديالها والمدينة ورقم التليفون وحنا كنصيفطوه لها حتى لباب الدار، لما تبغي تهديه. لحبيبتي ايمان داكوغ وشنو تبغي تكتب لها مع البوكيت فلا هاكا نبغيك بزاف داكوغ الله يخليكم بعدياتكم الله يكون بخير اسيدي وراك رجعتي مومو عرفتي من الاول انت كنت عارفها من الاول انت انا عرفت من الاول ولعبتي معنا كمل معنا كمل معنا اللعبه الله يكون بخير اخويا كلشي بخير يا ياسين صحه لاباس الله يحفظك لي يا خويا مومو الله يلا نهار كبير مرحبا اخويا مشرفين اخويا انا كنت شحال من خطره عييت باش نشارك معاك اخويا مومو نهار كبير هذا. ايوا انت شاركتي في المشموم جاتك في المشموم الله يحفظك خرجات في المشموم اخويا ايمان هي اللي معيطه لنا باش نعيطوا لك باش نجربوك ياسين مرصطه الايام هادي مابقاش كتلقاو بزاف ميساجات تقاليتي شويه انت كتهضر على الملال ما فهمت والو بغيت تتاكد 10 انتم راكم 10 9 سنين اخويا 10 هادي اييه 10 10 العشره هم قولوا العشرة العام الجاي العشرة إيمان هضري مع ياسين مش عرفتيني أنا عرفتك أنت باينة على شحال عندي منك ياك إيوا صافي جيتي يا ميرسي بوكو حبيبة كنبغيك بزاف ميرسي كنبغيكو المهم المهم حتى بعد نقول لك المهم من بعد نقول لك بعد نشرح لك بعد نقول لك بعد نشرح لك وإمتى الزواج؟ قريب ان شاء الله اخويا مومو وما يسال امور اخويا الله يكمل بالخير الله يحفظك لي يا اخو مومو ميرسي بوكو اخويا مومو مرحبا اخويا مرحبا والنهايه السعيده ديال الماش ممتاز دير معنا الماش ممتاز 035 300 300 035 300 300 لحبيبتي ايمان داكوغ وشنو تبغي تكتب لها مع البوكيت فلا هاكا نبغيك بزاف داكوغ الله يخليكم بعدياتكم الله يكون بخير اسيدي وراك رجعتي مومو عرفتي من الاول انت كنت عارفها من الاول انت انا عرفتك من الاول ولعبتي معنا كمل معنا كمل معنا اللعبه الله يكمل بخير اخويا كلشي بخير يا ياسين صحه لاباس الله يحفظك لي يا خويا مومو الله يلا نهار كبير مرحبا اخويا مشرفين اخويا انا وانا كنت شحال من خطره عييت باش نشارك معاك اخويا مومو نهار كبير هذا ايوا انت شاركتي في المشموم جاتك في المشموم الله يحفظك خرجات في المشموم اخويا ايمان هي اللي معيطه لنا باش نعيطوا لك باش نجربوك ياسين مرصطه الايام هادي مابقاش كتلقاو بزاف ميساجات تقاليتي شويه انت كتهضر على الملال ما فهمت والو بغيت تتاكد 10 انتم راكم 10 9 سنين اخويا 10 هادي اييه 10 10 العشرة هم قولوا العشرة العام الجاي العشرة ايمان هضري مع ياسين مش عرفتيني انا عرفتك انت باينه على شحال عندي منك ياك ايوا صافي جيتي جيتي يا ميرسي بوكو حبيبه كنبغيك بزاف ميرسي كنبغيكو المهم المهم حتى بعد نقول لك المهم من بعد نقول لك بعد نشرح لك بعد نقول لك بعد نشرح لك المهم الزواج قريب ان شاء الله اخويا مومو وما يسال امور اخويا الله يكمل بالخير الله يحفظك لي يا اخو مومو ميرسي بوكو اخويا مومو مرحبا اخويا مرحبا والنهايه السعيده ديال الماش ممتاز دير معنا الماش ممتاز 035 300 300 035 300 300 شحال من خطره عييت باش نشارك معاك اخويا مومو نهار كبير هذا ايوا انت شاركتي في المشموم جاتك في المشموم الله يحفظك خرجات في المشموم اخويا ايمان هي اللي معيطه لنا باش نعيطوا لك باش نجربوك ياسين مرصطه الايام هادي مابقاش كتلقاو بزاف ميساجات تقاليتي شويه انت كتهضر على الملال ما فهمت والو بغيت تتاكد 10 انتم راكم 10 9 سنين اخويا 10 هادي
اييه 10 10 10 غنقولوا على 10 نعم جي 10 ايمان هضري مع ياسين مش عرفتيني انا عرفتك انت باينه على شحال عندي منك ياك ايوا صافي نجي نجي يا ميرسي بوكو جيفا كنبغيك بزاف ميرسي كنبغيك المهم تبعد بعد نقول لك المهم من بعد نقول لك بعد نشرح لك بعد نقول لك بعد نشرح لك المهم حتى الزواج قريب ان شاء الله اخويا مومو والله يسهل الامور اخويا الله يكمل بالخير الله يحفظك لي اخو مومو ميرسي بوكو اخويا مومو مرحبا اخويا مرحبا والنهايه السعيده ديال الماتش ممتاز ديروا معنا الماتش ممتاز 035 300 300 035 300 300 زرع الملال فهمت والو بغا تتاكد 10 انتم راكم 10 9 سنين اخويا 10 هادي اييه 10 10 10 غنقولوا على 10 نعم جي 10 ايمان هضري مع ياسين مش عرفتيني انا عرفتك انت باينه على شحال عندي منك ياك ايوا صافي نجي نجي يا ميرسي بوكو جيفا كنبغيك بزاف ميرسي كنبغيك المهم المهم حتى بعد نقول لك المهم من بعد نقول لك بعد نشرح لك بعد نقول لك بعد نشرح لك المهم حتى الزواج قريب ان شاء الله اخويا مومو والله يسهل الامور اخويا الله يكمل بالخير الله يحفظك لي اخو مومو ميرسي بوكو اخويا مومو مرحبا اخويا مرحبا والنهايه السعيده ديال الماتش ممتاز ديروا معنا الماتش ممتاز 035 300 300 035 300 300 مش عرفتيني انا عرفتك انت باينه على شحال عندي منك ياك ايوا صافي نجي نجي يا ميرسي بوكو جيفا كنبغيك بزاف ميرسي كنبغيك المهم المهم حتى بعد نقول لك المهم من بعد نقول لك بعد نشرح لك بعد نقول لك بعد نشرح لك المهم حتى الزواج قريب ان شاء الله اخويا مومو والله يسهل الامور اخويا الله يكمل بالخير الله يحفظك لي اخو مومو ميرسي بوكو اخويا مومو مرحبا اخويا مرحبا والنهايه السعيده ديال الماتش ممتاز ديروا معنا الماتش ممتاز 035 300 300 035 300 300 يا ميرسي بوكو جيفا كنبغيك بزاف ميرسي كنبغيك المهم المهم حتى بعد نقول لك المهم من بعد نقول لك بعد نشرح لك بعد نقول لك بعد نشرح لك المهم حتى الزواج قريب ان شاء الله اخويا مومو والله يسهل الامور اخويا الله يكمل بالخير الله يحفظك لي اخو مومو ميرسي بوكو اخويا مومو مرحبا اخويا مرحبا والنهايه السعيده ديال الماتش ممتاز ديروا معنا الماتش ممتاز 035 300 300 035 300 300 بعد نشرح لك بعد نقول لك بعد نشرح لك المهم حتى الزواج قريب ان شاء الله اخويا مومو والله يسهل الامور اخويا الله يكمل بالخير الله يحفظك لي اخو مومو ميرسي بوكو اخويا مومو مرحبا اخويا مرحبا والنهايه السعيده ديال الماتش ممتاز ديروا معنا الماتش ممتاز 035 300 300 035 300 300 والله يسهل الامور اخويا الله يكمل بالخير الله يحفظك لي اخو مومو ميرسي بوكو اخويا مومو مرحبا اخويا مرحبا والنهايه السعيده ديال الماتش ممتاز ديروا معنا الماتش ممتاز 035 300 300 035 300 300 اخويا مرحبا والنهايه السعيده ديال الماتش ممتاز ديروا معنا الماتش ممتاز 035 300 300 035 300 300 ممتاز ديروا معنا الماتش ممتاز 035 300 300 035 300 300 35 300 300 سيداتي انساتي وسادتي الماتش ممتاز العلاقه ديالكم سافابا يا صعبة ولكن موين كاين شي حوايج اللي مبرزين كاين شي خزعبيلات اللي مبرزين لكم اللي ما مرتاحينش ما مخليكمش مرتاحين عيطوا 035 300 300 035 300 300 نديروا الماتش ممتاز اسمح لي شخبارك السلام عليكم عليكم السلام كلشي بخير خويا مومو بخير كلشي مزيان الحمد لله بغيت تجرب نجيمة اييه بارك الله فيك انت خويا مومو هادي عامين انت معاها عامين والعام الاخر وانت كتشك فيها هاد العام الاخر وليت كنشك فيها لان يعني ملي كنسوني عليها كتقول لك انا ما سمعتش التليفون ولا كتقول لك راه خليته في الصهار في المثال كتقول لك بعض المرات درت ليه سيلونس ما سمعتوش
في هذه الايامات الاخرى يعني تلاقيت معها شحال مره كنا في قهوه وكنلقى ميساجات ديال الدراري عندها في الواتساب اللي كنقول لها شكون هادو كتقول لك لا هذا راه غير ولد البلاد هذا راه ولد عمتي هذا والميساجات شنو فيهم الميساجات ديال الدراري كيهضروا معها في سميتو في الواتساب اش كيقولوا لها ما كندخلش ليهم باش نعرف اش كيقولوا لها يعني كنلقى لا ليست ديال سميتو ديال الدراري في الواتساب يعني في البروفيل ديالهم اللي كنقول لها شكون هادو كتقول لك هذا راه كاين فيهم سميتو كاين ولد عمتي بعض المرات كتقول لك ولد البلاد ولا يعني وليت كنشك فيها لواحد الدرجه ما تصورش وانا ناوي معها المعقول يعني خصوصا في هذه الايامات الاخرى وليت ناوي معها المعقول باش انني نمشي نخطبها من دارهم وملي كنلقى هذه الشهاده والصراحه تراجعت وبغيت نجربها نشوف يعني واش انانيت اللي كاين في بالها واخا نتكل على الله ماشي انا يا خويا نمشي في حالاتي احسن من دابا صافي نمشي في حالك وانا معقول معقول انت خويا يعني الواحد ملي كيتزوج الواحد ملي كيتزوج راه كيتزوج باش انه يدير وليداته باش انه يبني عائلته يعني ماشي غير تزوج اللي غادي يدخلك المشاكل غتخرج من المشاكل وتطيح في واحد اخرين راه امبوسيبل اول حاجه سي محمد الا بغيتي تتزوج خصك تكون مرتاح انت مرتاح 100% عندك الحق يعني انا مرتاح معاها شحال هذه يعني راه عامين قلت لك نعم خاطرك تحس بخاطرك مرتاح خاطرك ولكن هي ملي كنلقى داك الشيء يعني الصراحه بحال الا كنتراجع هادشي اللي خلاني انني بغيت نجرب هاد السيده هادي واش انني قدام ولا نرجع له واخا خويا دابا انت داير اليوم هاد الماشوم تيست الى عزلاتك غتخطبها مع عزلاتكش ما تخطبهاش اي داك الشيء اللي كاين راه اصلا خطبتها عند ماما ماشي راه خطبتها هضرتي معاها لا غير هضره يعني خطوبة رسمية باقي ما كايناش نعيطوا لنجيمة بارك الله نجيمة عندها جوج نوامر تليفون عندها جوج نوامر نعيطوا نجربوا نهضروا مع نجيمة سي محمد المشموم تيست كاين فيه ثلاث شروط مهمة جدا بارك الله فيك المشموم تيست هو تيست تقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف تقدر تعزك انت ما تعزكش انت الى ما عزلتش انت غير بالتي احسن شوية بالخاطر ثالثا نعم. خاصك لا بد تهضر معاه في الاخر سي محمد ضروري يا خويا محمد ضروري نعيطوا لنجيمة شكرا الو السلام عليكم وعليكم السلام لالا اش اخبارك لاباس عليك الحمد لله حافظك اليوم انت بخير الحمد لله نقدم لك راسي لالا معك فاتي مرحبا فاتي معك فاتي من شركة ورود المغرب حنا واحد الشركة مختصين في بيع الورود وفي إطار تعريف بالمنتوج ديالنا أكثر درنا واحد القرعة صغيرة أو مبروك عليك راكي كنتي ما بين الناس المحدودين اللي ربحوا معنا بوكي د فلوغ تقدري تهدي للحبيب الخطيب ولا الزوج ديالك عطيني السمية ديالو بصحة وراحة لالا عطيني السمية ديالو ندينا ورقم التليفون باش نقدروا نصيفطوا ليه البوكي د فلوغ دريس إينا ندينا كاين دمنات وشنو كيجيك دريس حبيبي داك وشنو تبغي تكتبي لي مع البوكي د فلوغ صاحبك هاك الله يخليكم بعدياتكم الله يخليكم شحال نتوما بعدياتكم لالا لا شحال تقريبا شهر شهرين 3 شهور بحال معك 3 شهور يعني العلاقه ديالكم مازال جديده باقا مزيان ودخلتي مع مشيتي مع بعيد نجيمة اش اخبارك بخير يا ويلي شكون انت دابا وشكون انا مومو عرفتيني مومو ماشي بخير الحمد لله انت متبعني دابا وقيلا ما تبقاش متبعني كتضحك عليا ياك لا ما كنضحكش عليك نجيمة راك معنا في المشموم تيست كاين واحد السيد اللي معيطنا باش نعيطو عليك باش نجربوك على قبل المشموم تيست شكون هاد السيد اللي كيعيط لي؟ انا غادي ندوزو لك انا كنهضري معاه نهضر مع سي محمد برافو الدلاله نجيمة برافو صدمتيني فيك والله كضحكي كضحكي مزيان شكرا لك خويا مومو صافي وبقى عندي ما نقول لك هو راه انت اللي كان خاصك تقول لي غادي ندوز لك ما ندوز لك ما باش عارف انا خاصني نقول لك انا غتسنيت نقول لك انا راه غادي ندوز لك مهم برافو راه كنت على حقيقتك شكرا خويا مومو بزاف مومو اخويا اسمع قلت لك بلاتي احسن غير بشويه قلت لك بلاتي احسن غير بشويه بارك الله فيك انا الدنيا هانيه بالعكس من الاحسن اللي تقول باش نعرف انا شنو كاين باش انا نعرف شنو كندير واخا نعم نجيمة وعقد باي عندك مومو غادي نرجعها لك مومو شكرا بزاف خويا مومو بلاتي خاصك تبعتي تسحب دخل نبعتو نرجعها لك كيفاش نرجعها ليا
ما عرفت باش غترجعها لك. عندكم متلقى معك شي نهار ولا شي حاجه وتشنق عليك. هذا منك الصافو حنايا نجيمة. اه انت جي الراديو فوق ما بغيتي كاع، عندك واحد الدعوه مفتوحه. الله يحفظك. المهم برافو برافو نجيمة، برافو بزاف بزاف، برافو برافو برافو. سير نعيمة ولا نجيمة ولا قدورة، سير نجيمة. اه نجيمة برافو 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 نجيمة. نعم السيد كتعرفي؟ كنعارفو ودار معايا واحد الغلط ولكن ما غاديش نسمح ليه على داك الغلط اللي دار معايا. واخا بلاتي دابا انت عندك علاقة مع هذا السيد هذاك. ايه وعلاقتي غير محمد بلاتي وتفاهمنا انا وياك. سمح محمد بلاتي ابلاتي ولكن خاصك تبين لي، ما بقاش تفر هضره محمد، تبين لي راك بينتي لي بعدا انت يا دابا. لا بين لي انت الاول. واخا غادي نبين بلاتي. لا لا ما تبين لا والو، انت درتو لنا انايا هي كتحلف عليا، انت كتحلف عليا. لا قلت لك بين لي، قلت لك انا راه قلت لك. قالت لي انا بقات فيك نرجعها لك انت يا حيزابون. والله انت حكيم عليك يا مومو. دابا خلاصه القول ماشي كامل، دابا هذا السيد هذا انت عندك علاقه معاه ياك؟ كانت عندي علاقه معاه طويله ومزيانه وبطن مزيان كاع. كان بغيت كان كيبغيني وكيموت عليا، كنموت عليا وصل لك ادوات وكيجي ليا تليفون جديد، كان كيبدل ليا لاكات كيقلب ليا التليفون، ام كانش كيقلب ليا التليفون، كنت كنخرج معاه وفهمتي كندوز روقي الزوين، لكن على الاخر ما بقاش هو هذاك، بقى تغير فهمتي. ولكن انت ما قلتيش لي ان العلاقه سالت بيناتكم. وراه العلاقه مومو راه كانت بيني وبينه تقسمات، بحال هذاك الشيء اللي بنيناه تشتت فهمتي، ودات هاد العلاقة أخرى من غير هو. قلتيها ليه؟ كي شفت منه داك المنظر ما عجبنيش. واش قلتيها ليه؟ ولا بغيت نقولها ليه، هو صدق لي ديك العلبة ديال سمحي ليا وهذه وهذا، كاين شي مشكل غير 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 ديال داك سميتو. دابا غير أنا جيمة مسألة، ماشي معقول أنه تبداي علاقة وأنت مازال ما كملتيش العلاقة اللي عندك، العلاقة اللي كتهضري عليها بهذه الطريقة، حتى راسك بلاصة سي محمد غادي يعجبك الحال؟ ما غاديش يعجبني الحال. صافي هادشي اللي كاين، دابا أنت هادشي اللي درتي ماشي معقول. ولكن واحد النهار مومو، واحد النهار كان وعدني بالزواج، قال لي فلانة راني بغيت كنمشي نجيب الأوراق من البلاد. ودار تبا مشى جاب، مشاش جاب الوراق، كان قال لي راه الوالده ديالي بزات عليا باش نتزوج مع واحد الدريه اللي يتيمه، ضحك عليا بها انا كيتهرب وما مشاش جاب الوراق. هادشي درتي دابا انت بتنتقمي منه؟ اه انا داكشي اللي دار ليا. واخا المهم هادشي هادشي ما الواحد يقول يكون صريح يكون صراحه، حيت راه قلتي حاجه زوينه في الاول، قلتي هاد وزنا علاقه زوينه وحبيته وكان كيحبني وكان كيشري لك التليفون ولا كارت وكيشارجي. كانت عايشة مع الحلوة والحارثة وكاع ديال الدار وطلب يدي رسمية للوالدة غير التعارف، إما الخطبة وسميتو لا كيتهرب. واحد آخر ما عيطو لك هو باغي يتزوج بك ودار هذا المشوم تيست هذا باش إلا عزلتيه هو غادي يجي يتزوج بك، ما عزلتيش ما غاديش يجي يتزوج بك. والآخر مومو دار تقلب عليا، كان كيجيب لي الكادوات وكان وكان وكان، ولكن على الآخر تقلب. ما عرفتش علاش، واش مو ما بغاتنيش اصلا، قالت لي السبب بحال ما كاين باش تعرفوا عليا فهمتي ولا لا. سي محمد ما رايكو في هذا؟ خويا مومو اخويا شاد الانسان هادي اقسم بالله العلي العظيم ياك ياك تباغي هذا الزواج، شتي اللحظه فاش قلت لها غادي نمشي نجيب الوراق؟ اييه مشيت وجدت الوراق ديالي، لانني انا ماشي بالحكم الخدمه ديالي كاين في الدار البيضاء، ولكن انا من زكوره، يعني خاصني نهبط حتى لزكوره باش نجيب الوراق، وملي جبت الوراق ملي كنشوف لي كونتاكت عندها في التليفون وحصلتها غدا مع واحد السيد ديجا، قلت لها شكون هو هذا؟ قالت لك هو اللي تباني، انا ما كنتش عارفاه، نقولها لك في وجهها، كنقسم لك انا بالله العلي العظيم. ودابا لا سالينا، شوف 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 دابا سالينا، واسمعني واسمعني وبراسها اسمعي، الا كان عندك القلب واخا شويه اسمعني، ماشي انا انا ماشي انا من عندي القلب عندي القلب، داك الشيء علاش اختاريتي دري؟ عمرك لقيتيني مع شي عمرك لقيتيني مع شي وحده؟ انا شفت قال لك التليفون عقول لي شحال من مرات في التليفون تنقول لك راه تنقول لك شوف انا ما عمري خبيت عليك، ما عمري خبيت عليك، انت اللي في راسك العجينه، انت اللي في راسك العجينه. واسمعني واسمعني ما نسمع ما بقى ما نسمع، اسمعني لا تقص تعصبني، اسمعني او تعصبي تفرقعي كاع فين عندي مشكل انا، تعصبي تفرقعي كاع. السلام عليكم اخويا مومو. شكرا بزاف فمومو، شكرا ايت راديو، شكرا بزاف بزاف بزاف، نقدتوني من واحد الحفره
اللي كانوا غيترسوا فيها سنين. خليك الله الله يخصك الحق مثلا. الله يخصك الحق انت. صافي 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 ديما ديما الله الجميع. شوف هنا دابا هنايا ماشي ما نقدروش نعرفوا شكون الكاذب من الصادق ولا ما عرفنا احنا ما عرفناش. دابا شوف دابا دابا الامور صارت سالات. مومو 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 نعم انا غنصور كلشي وغنجبد لك في الواتساب ديالك الدسي سي مومو ما عنديش مشكل. انا ما صحتش الدنيا الاخيره فهمتي داكشي اللي كيتحقق ما بغيتوش كاع يكون هو هذاك هو يعقد عادي كما عدلت. لا نجيمة نجيمة الله يهديك صافي. مومو واش هو اخويا دابا صافي العلاقه دابا سالات وبقى بيناتكم والو صافي 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 ساليتو دابا علاش تبقاو تبقاو تهضروا على داز صافي داكشي اللي فات مات. المنطق هو عيط باش يجربك هذاك عيط لك انت عزلتي واحد اخر صافي هادشي اللي كاين عزلتي واحد السيد واحد اخر ماشي هو. راه فين جربني ماشي هو اللي جربني ملي كاس على الطاوله كيعاود راسو. انا جيما صافي اللي وقع وقع واللي كان كان وصافي دابا صافي الله يكمل لك بالخير انت هي في حياتك والله يكمل لك بالخير هو في حياته وعلى الجميع. دابا اللي وقع وقع واخا واخا انا جيما تكالماي صافي. تعصبت والله تي كان طرعت تعصبت بزاف صافي ريلاكس ريلاكس دابا صافي دابا وقع وقع صافي دابا دوزي حاجه اخرى نجيمه. شكرا بزاف شكرا هضرتي معنا الله يعاونك الله يسهل الامور. صافي اخويا الله يسهل لك وسمح لي بزاف. لا لا ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل. دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 305 30 300. عيطوا لنجيمه. شكرا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام لالا اش اخبارك لاباس عليك؟ الحمد لله حافظك ديالك بخير الحمد لله. نقدم لك راسي لالا معك فاتي. مرحبا فاتي. معك فاتي من شركه ورود المغرب. حنا واحد الشركه مختصين في بيع الورود وفي اطار تعريف بالمنتوج ديالنا اكثر درنا واحد القرعه صغيره ومبروك عليك. راكي كنتي ما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معنا بوكيت فلور تقدري تهديه للحبيب الخطيب ولا الزوج ديالك. يعطيني السميه ديالو بصحة والراحة لالا. عطيني السمية ديالو المدينة ورقم التليفون باش نقدروا نصيفطوا ليه البوكيت فلاغ. دريس اختي. دريس اين المدينة كاين؟ بلاد ليك كنا فيه دمنات. دمنات وشنو كيجيك دريس؟ حبيبي. داكو شنو تبغي تكتبي ليه مع البوكيت فلاغ؟ احبك. داكو الله يخليكم لبعضياتكم. الله يخليكم. شحال انتم بعضياتكم لالا؟ شحال تقريبا شهر شهرين ثلاث شهور؟ شحال معك؟ ثلاث شهور؟ ايه يعني العلاقة ديالكم مازال جديدة؟ ايه باقا مزيانة. ودخلتي معاه مشيتي معاه بعيد. نجيمة اش اخبارك بخير؟ يا ويلي شكون انت شكون؟ انا مومو عرفتيني؟ مومو كلشي بخير؟ ازيك؟ الله يحفظك. الحمد لله. انت متبعاني دابا وقيلا ما تبقاش متبعاني. كتضحك عليا ياك. لا ما كنضحكش عليك. نجيمه راك معنا في الماش مون تيست. كاين واحد السيد اللي معيطنا باش نعيطوا عليك باش نجربوك على قبل الماش مون تيست. شكون هذا السيد اللي كيعيط لي؟ انا غادي ممكن غادي ندوزو لك. انا قاعد نهضري معاه. نهضر مع سي محمد. برافو انت لالا نجيمه برافو صدمتيني فيك والله. كتضحك مزيان. شكرا لك اخويا مومو. صافي 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 نبقى عندي ما نقول لك. وراه انت اللي كان خاصك تقول لي غادي ندوز لك ما ندوز لك ما باش عارف. انا خاصني نقول لك انا غتسنيت نقول لك انا غادي ندوز لك. مومو برافو راك دمتي على حقيقتك. شكرا شكرا اخويا مومو بزاف. مومو اخويا اسمع قلت لك قبل ياسر غير بشويه قلت لك قبل ياسر غير بشويه بارك الله فيك. لا لا الديانه هانيه بالعكس من الاحسن اللي تاخذ باش نعرف حتى انا شنو كاين باش حتى انا نعرف شنو كندير. واخا نعمل نجيمه وعقد باي عندك يا مومو غادي نرجعها لك. مومو شكرا بزاف خويا مومو. بلاتي خاص بلاتي تسحب دخا نبعثو نرجع عليك. كيفاش ترجعها لي؟ ما عرفت باش غترجعها لك. عندك مومو تلقى معك شي نهار ولا شي حاجه وتشنق عليك. على مالنا كنصافو حنايا نجيمه. اه انت جي الراديو فوق ما بغيتي كاع عندك واحد الدعوه مفتوحه. الله يحفظك. المهم برافو برافو نعيمة نجيمة برافو بزاف بزاف برافو برافو برافو. سير نعيمة ولا نجيمة ولا قدورة سير الله نجيمة. اه نجيمة برافو 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 نجيمة. نعم السيد كتعرفيه؟ كنعرفه ودار معايا واحد الغلط ولكن ما غاديش نسمح ليه على ذاك الغلط اللي دار معايا. واخا بلاتي دابا دابا انت عندك علاقة مع هذا السيد هذا ياك؟ ايه وعلاقتي معاك غلط ياك غير تفهمنا انا وياك تفهمنا انا وياك تفهمنا بلاتي بلاتي ولكن خاصك تبين لي ما بقاش تفرهد راس محمد تبين لي.
راكي بينتي ليا بعدا انت يا دابا لا بيا ليا انت الاول واخا غادي نبين لا لا ما كاين ما تبين لا والو درتو لنا انايا هي كتحلف عليا انت كتحلف عليا قلت لك بيا قلت لك لا قلت لك بيا ليا قلت لك انا غادي نبين لك قالت لي لا بقات فيك نرجع عليك انت يا حيزابون والله انت حكيم عليك يا مومو دابا خلاصه القول مالشي كامل دابا هذا السيد هذا انت عندك علاقه معاه ياك كانت عندي علاقه معاه طويله ومزيانه وبط مزيان كاع كان بغي وكان كيبغيني وكيموت عليا كنموت عليا وصلنا كادوات وكان يجي ليا تليفون جديد كان كيبدل ليا لاكات كيقلب ليا التليفون ما كانش كيقلب ليا التليفون كنت كنخرج معاه وفهمتي كندير طرقي زوين لكن على الاخر ما بقاش هو هذاك بقى تغير فهمتي ولكن انت ما قلتيش لان العلاقه سالت بيناتكم وراه العلاقه مومو راه كانت بيني وبينه تقسمات بحال داك الشيء اللي بنيناه تشتت فهمتي ودات هاد العلاقه اخرى من غيره هو قلتيها ليه شفت منه داك المنظر ما عجبنيش واش قلتيها ليه ما بغيت نقولها ليه هو صدق لي ديك العلبه ديال تسمحي ليا وهذه وهذا كاين شي مشكل غير ديال داك سميتو دابا غير انا جيما مساله ماشي معقول انه تبداي علاقه وانت مازال ما كملتيش العلاقه اللي عندك العلاقه كتهضري عليها بهذه الطريقه حتى راسك بلاصه سي محمد غادي يعجبك الحال ما غاديش يعجبني الحال صافي هادشي اللي كاين دابا انت هادشي درتي ماشي معقول ولكن واحد النهار مومو هاد النهار كان وعدني بوج بالزواج قال لي فلانة راني بغيت كنمشي نجيب الاوراق من البلاد ودار تبا مشى جاب مشاش جاب الاوراق كان قال لي راني الوالده ديالي بزات عليا باش نتزوج مع واحد الدريه اللي يتيمه ضحك عليا بها انا كيتهرب وما مشاش جاب الاوراق انت درتي انت تنتقمي منه اه انا داكشي اللي دار لي واخا ما هادشي هادشي ما واحد يقول يكون صريح يكون صراحه حيت راه قلتي حاجه زوينه في الوقت قلتي هاد وزنا علاقه زوينه وحبيته وكان كيحبني وكان كيشري لك التليفون ولا كارت وكيشارجي كنت عايشه معاه حلوه وحارثه وتاع ديال الدار وطلب يدير رسميه الوالده غير تعارف اما الخطبه وسميتو لا كيتهرب وحنا قلنا عيطوا لك هو باغي يتزوج بك ودار هذا المشوم تيست هذا باش الا عزلتيه هو غادي يجي يتزوج بك ما عزلتيش ما غاديش يجي يتزوج بك والاخر مومو دارت تقلب عليا كان كيجيب لي الكادوات وكان 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 ولكن على الاخر تقلب ما عرفتش علاش واش مو ما بغاتنيش اصلا قالت لي السبه بحال ما كيك باش تهربوا عليا فهمتي ولا لا سي محمد ما رايكو في هذا خويا مومو اخويا شاف الانسان هادي اقسم بالله العلي العظيم ياك ياك تباغي هذا الزواج شتي اللحظه فاش قلت لها غادي نمشي نجيب الوراق مشيت وجدت الوراق ديالي لانني انا ماشي بالحكم الخدمه ديالي كاين في الدار البيضاء ولكن انا من زقوره يعني خاصني نهبط لزقوره باش نجيب الوراق وملي جبت الوراق ملي كنشوف لي كونتاكت عندها في التليفون وحصلتها غدا مع واحد السيد ديجا قلت لها شكون هو هذا قالت لك هو اللي تباني انا ما كنتش عارفاه نقولها لك في وجهها كنقسم لك انا بالله العلي العظيم ودابا لا سالينا شوف 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 دابا سالينا واسمعني واسمعني وبراسها اسمعي الا كان عندك القلب واخا شويه اسمعني ماشي انا ماشي انا من عندي القلب عندي القلب داكشي علاش اختاريتي عمرك لقيتيني مع شي عمرك لقيتيني مع شي وحده انا نسكت نسقلي لك التليفون عقول لي شحال من مرات في التليفون تنقول لك راه تنقول لك شوف انا ما عمري خبيت عليك ما عمري خبيت عليك انت اللي في راسك العجينه انت اللي في راسك العجينه واسمعني واسمعني ما بقى ما نسمع اسمعني لا تقص تعصبني اسمعني او تعصبي فرقي انت عندي مشكله انا تعصبي فرقي كاع السلام عليكم اخويا مومو شكرا بزاف فمومو شكرا اتراديو شكرا بزاف 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 نقدتوني من واحد الحفره اللي كانوا غيتهرسوا فيها سنين الله يخصك الحق ما تنعرفش الله يخصك الحق انت صافي 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 غنجيما غنجيما الله الجميع شوف هنا دابا هنايا ماشي ما نقدروش نعرفوا شكون الكاذب من الصادق ولا ما عرفنا حنا ما عرفناش دابا شوف دابا الامور صافي سالات مومو 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 نعم انا غنصور كل شيء غنزفت لك في الواتساب ديالك السي مومو ما عنديش مشكل انا ما سامحش الدنيا الاخيره فهمتي داكشي اللي كيتحقق ما بغيتوش كاع يكون هو هذاك هو يعطيك العاده كما عذبتي لا نجيمه نجيمه الله يهديك صافي مومو واش هو خويا دابا صافي العلاقه دابا سالات وبقى بيناتكم والو صافي 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 ساليتو دابا لا تبقاو تبقاو تهضروا على داز صافي داكشي اللي فات مات المنطق هو عيط باش يجربك هذاك عيط لك انت عزلتي وحده اخرى صافي هادشي اللي كاين عزلتي واحد السيد وحده اخرى ماشي هو راه فين جربني ماشي هو غادي يجربني ملي كاس عطا ولا
يعاود راسه. انا جيما صافي ديك اللي وقع وقع واللي كان كان وصافي دابا صافي. الله يكمل لك بالخير انت في حياتك، الله يكمل لك بالخير هو في حياته وعلى الجميع. دابا اللي وقع وقع، واخا واخا نجيما تكالماي صافي. تعصبت والله كنت راه تعصبت بزاف. صافي ريلاكس ريلاكس دابا صافي. دابا اللي وقع وقع صافي، دابا دوزي حاجه اخرى. نجيما شكرا بزاف، شكرا هضرتي معنا، الله يعاونك، الله يسهل الامور. صافي اخويا الله يسهل لك واسمح لي بزاف. لا لا ما كاين مشكل، ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 300 05 30 300 300. وعقد ضايع عندك يا ماما ولا ديال رجع لك. ماما شكرا بزاف خويا ماما. خلاص ما جيتش عاود خويا نبعثو باش نرجع عليك. كيفاش ترجع عليا؟ ما عرفت باش غترجعها لك. عندك متلقى معك شي نهار ولا شي حاجه وتشنق عليك. على مالنا كنخافو حنايا. نجيما انت جي الراديو فما بغيتي كاع، عندك واحد الدعوه مفتوحه. الله يحفظك. المهم برافو برافو نعيمة نجيمة، برافو بزاف بزاف، برافو برافو برافو. سير نعيمة ولا نجيمة ولا قدورة سير نجيمة. نجيمة برافو 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 نجيمة. نعم سيدي كتعرفيه؟ كنعرفه ودار معايا واحد الغلط ولكن ما غاديش نسمح لي على ذاك الغلط اللي دار معايا. واخا بلاتي دابا، دابا انت عندك علاقة مع هاد السيد هذا ياك؟ ايه وعلاقة ياك غير تفهمنا انا وياك. اسمح محمد بلاتي، اسمح محمد بلاتي، ولكن خاصك تبين لي، ما بقاش تفر هضرة محمد، تبين لي. راكي بينتي لي بعدا انت يا دابا. لا بين لي انت الاول. واخا غادي نبين. بلاتي لا لا ما تبين لا والو، درتو لنا انايا. لا 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 هي كتحلف عليا، انت كتحلف عليا. قالت لك بي قالت لك لا قالت لك بي لي، قلت لها تعال انا غادي نبين لك. قالت لي يوم ما لقات فيك نرجع عليك انت يا حيزابون. الله يتحشم عليك يا مومو. دابا خلاصة القول مالتي كامل، دابا هذا السيد هذا انت عندك علاقة معاه ياك؟ كانت عندي علاقة معاه طويلة ومزيانة وبط مزيان كاع. كان بغي وكان كيبغيني وكيموت عليا، كنموت عليا. وصل لك كادوات وكيجي لي تليفون جديد، كان كيبدل لي لاكات، كيقلب لي التليفون، ام كانش كيقلب لي التليفون. كنت كنخرج معاه وفهمتي، كندوز روقي الزوين، لكن على الاخر ما بقاش هو هذاك، بقى تغير فهمتي. ولكن انت ما قلتيش لي ان العلاقه سالت بيناتكم. وراه العلاقه مومو راه كانت بيني وبينه تقسمات، بحال هذاك الشيء اللي بنيناه تشتت فهمتي، ودات هاد العلاقة اخرى من غيره هو. قلتيها ليه؟ شفت منه داك المنظر ما عجبنيش. واش قلتيها ليه؟ والله بغيت نقولها ليه، هو صدق لي ديك العلبة ديال التحليلية وهذه وهذه، قلت له ماشي مشكل غير 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 داك سميتو. دابا غير انا جيما واحد المساله، ماشي معقول انه تبداي علاقه وانت مازال ما كملتيش العلاقه اللي عندك، العلاقه كتهضري عليها بهذه الطريقه، حتى راسك بلاصه سي محمد غادي يعجبك الحال. ما غاديش يعجبني الحال. صافي هادشي اللي كاين دابا، انت شنو درتي ماشي معقول. ولكن واحد النهار مومو، واحد النهار كان وعدني بوج بالزواج، قال لي فلانه راني بغيت كنمشي نجيب الاوراق من البلاد. ودار تبا مشى جاب، مشاش جاب الاوراق، كان قال لي راه الوالده ديالي بزات عليا باش نتزوج مع واحد الدريه اليتيمه، ضحك عليا بيها انا كيتهرب وما مشاش جاب الوراق. هادشي درتي دابا انت تنتقمي منه؟ اه انا داكشي اللي دار لي. واخا المهم هادشي هادشي واحد يقول يكون صريح، يكون صراحه. هادي راه قلتي واحد الحاجه زوينه في الوقت، قلتي هاد وزنا علاقه زوينه وحبيتو وكان كيحبني وكان كيشري لك التليفون ولا كارت وكيشارجي. كانت عايشه مع الحلوه والحارثه وكاع ديال الدار، وطلب يدير رسميه الوالده غير التعارف، اما الخطبه وسميتو لا كيتهرب. وحنا قبل ما عيطوا لك هو باغي يتزوج بك ودار هذا المشفوم تيست هذا باش الا عزلتيه هو غادي يجي يتزوج بك، ما عزلتيش ما غاديش يجي يتزوج بك. والله راه مومو دابا تقلب عليا، كان كيجيب لي الكادوات وكان وكان وكان، ولكن على الاخر تقلب. ما عرفتش علاش، شنو ما بغاتنيش اصلا، قالت لي السبه بحال ما كاك باش تهربوا عليا فهمتي ولا لا. سي محمد ما رايكو في هذا؟ خويا مومو اخويا شاد الانسان هادي، اقسم بالله العلي العظيم ياك ياك تباغي هذا الزواج، شتي اللحظه فاش قلت لها غادي نمشي نجيب الوراق؟ ايه مشيت وجدت الوراق ديالي، لانني انا ماشي بالحكم الخدمه ديالي كاين في الدار البيضاء، ولكن انا من زكوره، يعني خاصني نهبط لزكوره باش نجيب الوراق، وملي جبت الوراق ملي كنشوف لي كونتاكت عندها في التليفون وحصلتها غدا مع واحد السيد ديجا، قلت لها شكون هو هذا؟ قالت لك هو اللي تباني، انا ما كنتش عارفاه، نقولها لك في وجهها، كنقسم لك انا بالله العلي العظيم. واخا
واخا. ودابا لا سالينا. شوف 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 دابا سالينا. واسمعني واسمعني وبراسه اسمعي الا كان عندك القلب واخا شويه اسمعني. ماشي انا انا ماشي انا من عندي عندي القلب. داكشي علاش اختاريتي دري؟ عمرك لقيتيني مع شي واحد؟ عمرك لقيتيني مع شي وحده؟ انا نسخت نتقالي لك التليفون عقول لي شحال من مرات نسخت التليفون تنقول لك راه تنقول لك شوف انا ما عمري خبيت عليك ما عمري خبيت عليك انت اللي فراسك العجينه انت اللي فراسك العجينه. واسمعني واسمعني ما نسمع ما بقى ما نسمع. اسمعني لا نتقص تعصبني اسمعني. او تعصبي تفرقي انت فين عندي مشكله انا تعصبي تفرقي كاع. السلام عليكم اخويا مومو. شكرا بزاف فمومو شكرا اتراديو شكرا بزاف 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 نقذتوني من واحد الحفره اللي كانوا غيتهرسوا فيها سنين. الله الله يخصك الحق مثلا الله يخصك الحق انت. صافي 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 نجيما نجيما الله الجميع. شوف هنا دابا هنايا ماشي ما نقدروش نعرفوا شكون الكاذب من الصادق ولا ما عرفنا احنا ما عرفناش. دابا شو دابا دابا الامور صافي سالت. مومو 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 نعم انا غنصور كل شيء غنجبد لك في الواتساب ديالك السي مومو ما عنديش مشكل. انا ما صحيتش الدنيا الاخيره فهمتي داكشي اللي كيتحقق ما بغيتوش كاع يكون هو هذاك هو يعقد عادك كما عدلت. لا نجيمه نجيمه الله يهديك صافي. مومو واش هو خويا دابا صافي العلاقه دابا سالات وبقى بيناتكم والو صافي 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 ساليتو دابا علاش تبقاو تبقاو تهضروا عليه داز صافي داكشي اللي فات مات. المنطق هو عيط باش يجربك هذاك عيط لك انت عزلتي وحده اخرى صافي هادشي اللي كاين عزلتي واحد السيد وحده اخرى ماشي هو. راه فين جربني ماشي الله يجربني ملي كتعطى ولا يعاود راسه. انا جيما صافي اللي وقع وقع واللي كان كان وصافي دابا صافي. الله يكمل لك بالخير انت في حياتك والله يكمل لك بالخير هو في حياته وعلى الجميع. دابا اللي وقع وقع واخا واخا نجيما تكالماي صافي. تعصبت ومالتي كنكرهك تعصبت بزاف صافي ريلاكس ريلاكس دابا صافي دابا وقع وقع صافي دابا دوزي حاجه اخرى. نجيمه شكرا بزاف شكرا هضرتي معنا الله يعاونك الله يسهل الامور. صافي اخويا الله يسهل عليك وسمح لي بزاف لا لا ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل. دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 05 30 300 خرج معاه وفهمتي كندوز الوقيت زوين لكن عند الاخر ما بقاش هو هذاك بحال تغير فهمتي. ولكن انت ما قلتيش لان العلاقه سالت بيناتكم. وراه العلاقه مومو راه كانت بيني وبينه تقسمات بحال داك الشيء اللي بنيناه تشتت فهمتي. ودات هاد العلاقه اخرى من غيره هو. قلتيها ليه؟ شفت منه داك المنظر ما عجبنيش. واش قلتيها ليه؟ ما بغيت نقولها ليه. هو صفق لي ديك العلبة ديال التحليلية وهادي وهادي قلت له ماشي مشكل غير 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 ديال داك سميتو. دابا غير انا جيما واحد المسألة ماشي معقول انه تبداي علاقة وانت مازال ما كملتيش العلاقة اللي عندك العلاقة كتهضري عليها بهذه الطريقة حتى راسك بلاصة سي محمد غادي يعجبك الحال؟ ما غاديش يعجبني الحال. صافي هادشي اللي كاين دابا انت هادشي اللي درتي ماشي معقول. ولكن واحد النهار مومو واحد النهار كان وعدني بوج بالزواج قال لي فلانة راني بغيت كنمشي نجيب الأوراق من البلاد. ودار تبا مشى جاب مشاش جاب الأوراق كان قال لي راه الوالدة ديالي بزات عليا باش نتزوج مع واحد الدرية اللي يتيمة ضحك عليا بيها أنا كيتهرب وما مشاش جاب الأوراق. هادشي درتي دابا أنتي تنتقمي منه؟ اه أنا داكشي اللي دار لي. واخا المهم هادشي هادشي ما واحد يقول يكون صريح بكل صراحة. حيت راه قلتي حاجة زوينة في الأول قلتي هاد وزنا علاقة زوينة وحبيته وكان كيحبني وكان كيشري لك التليفون ولا كارت وكيشارجي. كان عايشة معاه حلوة وحارثة وكاع ديال الدار وطلب يدير رسمية الوالدة غير التعارف إما الخطبة وسميتو لا كيتهرب. واحد آخر ما عيطولك هو باغي يتزوج بك ودار هاد المشوم تيست هذا باش إلا عزلتيه هو غادي يجي يتزوج بك ما عزلتيش ما غاديش يجي يتزوج بك. والاخر مومو دار تقلب عليا كان كيجيب لي الكادوات وكان 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 ولكن على الاخر تقلب ما عرفتش علاش واش مومو ما بغاتنيش اصلا قالت لي السبه بحال ما كاينش باش تهرفوا عليا فهمتي ولا لا. سي محمد ما رايكو في هذا؟ خويا مومو اخويا شحال الانسان هادي اقسم بالله العلي العظيم ياك ياك تباغي هذا الزواج شتي اللحظه فاش قلت لها غادي نمشي نجيب الوراق مشيت وجدت الوراق ديالي لانني انا ماشي بالحكم الخدمه ديالي كاين في الدار البيضاء ولكن انا من زقوره يعني خاصني نهبط حتى لزقوره باش نجيب الوراق. وملي جبت الوراق ملي كنشوف لي كونتاكت عندها في التليفون وحصلتها غدا مع واحد السيد ديجا قلت لها شكون هو هذا قالت لك هو اللي تباني
انا ما كنتش عارفاه، انا نقولها لك في وجهها، كنقسم لك انا بالله العلي العظيم. ودابا لا سالينا، شوف 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 دابا سالينا، واسمعني واسمعني وبراس اسمعي، الا كان عندك القلب واخا شويه اسمعني، ماشي انا انا ماشي انا من عندي عندي القلب باش انا اختار تدري. عمرك لقيتيني مع شي عمرك لقيتيني مع شي وحده؟ انا نسرت عند خالدك التليفون عقول لي شحال مره في التليفون تقول لك راه تقول لك شوف انا عمري خبيت عليك، عمري خبيت عليك، انت اللي في راسك العجينه، انت اللي في راسك العجينه. واسمعني واسمعني اسمعني اسمعني، لا تقص تعصبني اسمعني. او تعصبي فرقي قالتي فين عندي مشكله انا؟ تعصبي فرقي قالتي. السلام عليكم اخويا مومو. شكرا بزاف فمومو، شكرا ايت راديو، شكرا بزاف بزاف بزاف، نقذتوني من واحد الحفره اللي كانوا غيتهرسوا فيها سنين. الله يخفيك الحق، ما تعرفش الحق انت. صافي 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 ديما ديما الله الجميع. شوف هنا دابا هنايا ماشي ما نقدروش نعرفوا شكون الكاذب من الصادق ولا ما عرفنا، حنا ما عرفناش دابا. شوف دابا دابا الامور صافي سالت. مومو 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 نعم، انا غنصور كل شيء غنجبت لك في الواتساب ديالك سي مومو، ما عنديش مشكل. انا ما سامحش الدنيا الاخيره، فهمتي داكشي اللي كيتحقق ما بغيتوش كاع يكون هو هذاك. الله يعطيك العافيه كيما عدلت. لا نجيمه نجيمه الله يهديك صافي. مومو واش هو خويا دابا؟ صافي العلاقه دابا سالات وبقى بيناتكم والو، صافي 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 ساليتو دابا، لازم تبقاو تبقاو تهضروا على داز صافي. داكشي اللي فات مات، المنطق هو عيط باش يجربك هذاك، عيط لك انت عزلتي وحده اخرى صافي. هادشي اللي كاين عزلتي واحد السيد وحده اخرى ماشي هو. راه فين جربني؟ ماشي هو غادي يجربني ملي كاس على الطاوله شي عاود راسو. انا جيما صافي اللي وقع وقع واللي كان كان وصافي. دابا صافي الله يكمل لك بالخير انت في حياتك، الله يكمل لك بالخير هو في حياته وعلى الجميع. دابا اللي وقع وقع، واخا واخا نجيما تكالماي صافي. تعصبت والله كنكرهك، تعصبت بزاف صافي. ريلاكس ريلاكس دابا صافي. دابا وقع وقع صافي، دابا دوزي حاجه اخرى. نجيمه شكرا بزاف، شكرا هضرتي معنا، الله يعاونك الله يسهل الامور. صافي اخويا الله يسهل عليك وسمح لي بزاف. لا لا ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل، دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 300، 05 30 300 300. المهم هادشي هادشي واحد يقول يكون صريح يكون صراحه. هادي راه قلتي حاجه زوينه في قلتي عاد وزنا علاقه زوينه وحبيتو وكان كيحبني وكان كيشري لك التليفون ولا كارت وكيشارجي. كنت عايشة مع حلوة وحارثة وكاع ديال الدار وطلب يدير رسمية الوالدة غير تعارف، إما الخطبة وسميتو لا كيتهرب. واحد آخر ما عيطو لك هو باغي يتزوج بك ودار هذا المشفون تيست هذا باش إلا عزلتيه هو غادي يجي يتزوج بك، ما عزلتيش ما غاديش يجي يتزوج بك. والآخر مومو دار تقلب عليا، كان كيجيب ليا الكادوات وكان وكان وكان، ولكن على الآخر تقلب ما عرفتش علاش. واش مو ما بغاتيش اصلا، قالت لي السبه بحال ما كاينش باش تعرفوا عليا، فهمتي ولا لا؟ سي محمد ما رايكو في هذا؟ خويا مومو اخويا شاف الانسان هادي اقسم بالله العلي العظيم ياك ياك تباغي هذا الزواج، شتي اللحظه فاش قلت لها غادي نمشي نجيب الوراق؟ ايه مشيت وجدت الوراق ديالي، لانني انا ماشي بالحكم الخدمه ديالي كاين في الدار البيضاء، ولكن انا من زقوره، يعني خاصني نهبط حتى لزقوره باش نجيب الوراق. وملي جبت الوراق ملي كنشوف لي كونتاكت عندها في التليفون وحصلتها غدا مع واحد السيد ديجا، قلت لها شكون هو هذا؟ قالت لك هو اللي تباني، انا ما كنتش عارفاه، انا نقولها لك في وجهها، كنقسم لك انا بالله العلي العظيم. ودابا لا سالينا، شوف 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 دابا سالينا. واسمعني واسمعني وبراسها اسمعي، الا كان عندك القلب واخا شويه اسمعني، ماشي انا انا ماشي انا من عندي القلب عندي القلب. داكشي علاش اختاري تدري؟ عمرك لقيتيني مع شي عمرك لقيتيني مع شي وحده؟ انا نسرت عند خالدك التليفون عقول لي شحال مره في التليفون تنقول لك راه تنقول لك شوف انا عمري خبيت عليك، عمري خبيت عليك، انت اللي في راسك العجينه، انت اللي في راسك العجينه. واسمعني واسمعني اسمعني، ما بقى ما نسمع اسمعني، لا تقص تعصبني اسمعني. او تعصبي فرقعي قالتي فين عندي مشكله انا؟ تعصبي فرقعي قالتي. السلام عليكم اخويا مومو. شكرا بزاف فمومو، شكرا ايت راديو، شكرا بزاف بزاف بزاف، نقذتوني من واحد الحفره اللي كانوا غيتهرسوا فيها سنين. الله يخفيك الحق، ما تعرفش الله يخفيك الحق انت. صافي 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 نجيمه مومو الله الجميع. شوف هنا دابا هنايا ماشي ما نقدروش نعرفوا شكون الكاذب من الصادق ولا ما عرفنا، حنا ما عرفناش دابا. شوف دابا دابا الامور صافي سالات. مومو 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 نعم، انا غنصور كل شيء غنجبت لك في الواتساب ديالك سي مومو، ما عنديش مشكل. انا ما سامحش الدنيا الاخيره، فهمتي داكشي اللي كيتحقق ما بغيتوش كاع يكون هو هذاك. الله يعطيك العافيه كيما عدلت. لا نجيمه نجيمه الله يهديك صافي. مومو
واش هو خويا دابا صافي العلاقه دابا سالات وبقى بيناتكم والو صافي 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 ساليتو دابا لازم تبقاو تبقاو تهضروا على داز صافي داكشي اللي فات مات المنطق هو عيط باش يجربك هذاك عيط لك انت عزلتي واحد اخر صافي هادشي اللي كاين عزلتي واحد السيد واحد اخر ماشي هو راه فين جربني ماشي هو اللي جربني ملي كاس عطا ولا انا جيما صافي ديك اللي وقع وقع واللي كان كان وصافي دابا صافي الله يكمل لك بالخير انت هي في حياتك والله يكمل لك بالخير هو في حياته وعلى الجميع دابا اللي وقع وقع واخا واخا نجيما تكالماي صافي تعصبت والله كنكرهك تعصبت بزاف صافي ريلاكس ريلاكس دابا صافي دابا اللي وقع وقع صافي دابا دوزي حاجه اخرى نجيما شكرا بزاف شكرا هضرتي معنا الله يعاونك الله يسهل الامور صافي اخويا الله يسهل لك واسمح لي بزاف لا لا ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 05 30 300. حكم الخدمه ديالي كاين في الدار البيضاء ولكن انا من زكوره يعني خاصني نهبط حتى لزكوره باش نجيب الوراق وملي جبت الوراق ملي كنشوف لي كونتاكت عندها في التليفون وحصلتها غدا مع واحد السيد ديجا قلت لها شكون هو هذا قالت لك هو اللي تباني انا ما كنتش عارفاه انا نقولها لك في وجهها كنقسم لك انا بالله العلي العظيم ودابا لا سالينا شوف 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 دابا سالينا واسمعني واسمعني وبراسها اسمعي الا كان عندك القلب واخا شويه اسمعني ماشي انا انا ماشي انا من عندي القلب عندي القلب داكشي علاش اختاروني عمرك لقيتيني مع شي عمرك لقيتيني مع شي وحده انا مسكت نسقالي لك التليفون عقول لي شحال مره في التليفون تنقول لك راه تنقول لك شوف انا ما عمري خبيت عليك ما عمري خبيت عليك انت اللي في راسك العجينه انت اللي في راسك العجينه واسمعني واسمعني اسمعني ما بقى ما نسمع اسمعني لا تقص تعصبني اسمعني او تعصبي فرد عينيك فين عندي مشكله انا تعصبي فرد عينيك السلام عليكم اخويا مومو شكرا بزاف فمومو شكرا ايت راديو شكرا بزاف 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 نقدتوني من واحد الحفره اللي كانوا غيتهرسوا فيها سنين الله الله يخصك الحق مثلا الله يخصك الحق صافي 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 نجيما نجيما الله الجميع شوف حنا دابا حنايا ماشي ما نقدروش نعرفوا شكون الكاذب من الصادق ولا ما عرفنا حنا ما عرفناش دابا شوف دابا دابا الامور صافي سالات مومو 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 نعم انا غنصور كل شيء غنزبط لك في الواتساب ديالك السي مومو ما عنديش مشكل انا ما صحيتش الدنيا الاخيره فهمتي داكشي اللي كيتحقق ما بغيتوش كاع يكون هو هذاك الله يعطيك العافيه كيما عذبتي لا انا نجيما نجيما الله يهديك صافي مومو واش هو خويا دابا صافي العلاقه دابا سالات وبقى بيناتكم والو صافي 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 ساليتو دابا لازم تبقاو تبقاو تهضروا على داز صافي داكشي اللي فات مات المنطق هو عيط باش يجربك هذاك عيط لك انت عزلتي واحد اخر صافي هادشي اللي كاين عزلتي واحد السيد واحد اخر ماشي هو راه فين جربني ماشي هو اللي جربني ملي كاس عطا ولا عاود راسه انا جيما صافي ديك اللي وقع وقع واللي كان كان وصافي دابا صافي الله يكمل لك بالخير انت هي في حياتك والله يكمل لك بالخير هو في حياته وعلى الجميع دابا اللي وقع وقع واخا واخا نجيما تكالماي صافي تعصبت والله كنكرهك تعصبت بزاف صافي ريلاكس ريلاكس دابا صافي دابا اللي وقع وقع صافي دابا دوزي حاجه اخرى نجيما شكرا بزاف شكرا هضرتي معنا الله يعاونك الله يسهل الامور صافي اخويا الله يسهل لك واسمح لي بزاف لا لا ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 05 30 300. شوف انا ما عمري خبيت عليك ما عمري خبيت عليك انت اللي في راسك العجينه انت اللي في راسك العجينه واسمعني واسمعني ما بقى ما نسمع اسمعني لا تقص تعصبني اسمعني او تعصبي فرد عينيك فين عندي مشكله انا تعصبي فرد عينيك السلام عليكم اخويا مومو شكرا بزاف فمومو شكرا ايت راديو شكرا بزاف 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 نقدتوني من واحد الحفره اللي كانوا غيتهرسوا فيها سنين الله الله يخصك الحق مثلا الله يخصك الحق انت هي صافي 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 نجيما نجيما الله الجميع شوف حنا دابا حنايا ماشي ما نقدروش نعرفوا شكون الكاذب من الصادق ولا ما عرفنا حنا ما عرفناش دابا شوف دابا دابا الامور صافي سالات مومو 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 نعم انا غنصور كل شيء غنزبط لك في الواتساب ديالك السي مومو ما عنديش مشكل انا ما صحيتش الدنيا الاخيره فهمتي داكشي اللي كيتحقق ما بغيتوش كاع يكون هو هذاك الله يعطيك العافيه كيما عذبتي لا نجيما نجيما الله يهديك صافي مومو واش هو خويا دابا صافي العلاقه دابا سالات وبقى بيناتكم والو صافي 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 ساليتو دابا لازم تبقاو تبقاو تهضروا على داز صافي داكشي اللي فات مات المنطق هو عيط باش يجربك هذاك عيط لك انت عزلتي واحد اخر صافي هادشي اللي كاين عزلتي واحد السيد واحد اخر ماشي هو راه فين جربني ماشي هو اللي جربني ملي كاس عطا ولا عاود راسه انا جيما صافي ديك اللي وقع وقع واللي كان كان وصافي دابا صافي الله يكمل لك بالخير انت هي في حياتك والله يكمل لك بالخير هو في حياته وعلى الجميع دابا اللي وقع وقع واخا واخا نجيما تكالماي صافي
تعصبت والله تكنكره تعصبت بزاف. صافي ريلاكس ريلاكس صافي دابا وقع صافي دابا دوزي حاجه اخرى. نجيمه شكرا بزاف شكرا هضرتي معنا الله يعاونك الله يسهل الامور. صافي اخويا الله يسهل لك واسمح لي بزاف لا لا ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل. دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 300 05 30 300 300. كانوا غيتهرسوا فيها سنين خليت الله الله يخصك الحق ما الله يخصك الحق نتيا. صافي 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 نجيمه الله الجميع. شوف هنا دابا هنايا ماشي ما نقدروش نعرفوا شكون الكاذب من الصادق ولا ما عرفنا حنا ما عرفناش. دابا شوف دابا دابا الامور صافي سالت. مومو نعم انا غنصور كل شيء غنجبت لك في الواتساب ديالك السي مومو ما عنديش مشكل. انا ما سامحكش الدنيا الاخيره فهمتي داك الشيء اللي كيتحقق ما بغيتوش كاع يكون هو هذاك الله يعطيك العاده كما عذبتي. لا نجيمه الله يهديك صافي مومو واش هو اخويا دابا صافي العلاقه دابا سالات وبقى بيناتكم والو صافي 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 ساليتو دابا لازم تبقاو تبقاو تهضروا على داز صافي داكشي اللي فات مات. المنطق هو عيط باش يجربك هذاك عيط لك انت عزلتي وحده اخرى صافي هادشي اللي كاين عزلتي واحد السيد وحده اخرى ماشي هو. راه فين جربني ماشي هو اللي جربني ملي كاسر الطاوله شي عاود راسو. انا جيمه صافي اللي وقع وقع واللي كان كان وصافي دابا صافي الله يكمل لك بالخير انت هي في حياتك والله يكمل لك بالخير هو في حياته وعلى الجميع. دابا اللي وقع وقع واخا نجيمه تكرمي صافي تعصبت والله تكنكره تعصبت بزاف صافي ريلاكس ريلاكس دابا صافي دابا وقع وقع صافي دابا دوزي حاجه اخرى. نجيمه شكرا بزاف شكرا هضرتي معنا الله يعاونك الله يسهل الامور. صافي اخويا الله يسهل لك واسمح لي بزاف لا لا ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل. دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 05 30 300 لا فهمتي داك الشيء اللي كيتحقق ما بغيتوش كاع يكون هو هذاك الله يعطيك العاده كما عذبتي. لا نجيمه الله يهديك صافي مومو واش هو اخويا دابا صافي العلاقه دابا سالات وبقى بيناتكم والو صافي 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 ساليتو دابا لازم تبقاو تبقاو تهضروا على داز صافي داكشي اللي فات مات. المنطق هو عيط باش يجربك هذاك عيط لك انت عزلتي وحده اخرى صافي هادشي اللي كاين عزلتي واحد السيد وحده اخرى ماشي هو. راه فين جربني ماشي هو اللي جربني ملي كاسر الطاوله شي عاود راسو. انا جيمه صافي اللي وقع وقع واللي كان كان وصافي دابا صافي الله يكمل لك بالخير انت هي في حياتك والله يكمل لك بالخير هو في حياته وعلى الجميع. دابا اللي وقع وقع واخا نجيمه تكرمي صافي تعصبت والله تكنكره تعصبت بزاف صافي ريلاكس ريلاكس دابا صافي دابا وقع وقع صافي دابا دوزي حاجه اخرى. نجيمه شكرا بزاف شكرا هضرتي معنا الله يعاونك الله يسهل الامور. صافي اخويا الله يسهل لك واسمح لي بزاف لا لا ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل. دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 300 05 30 300 300 اللي داز صافي داكشي اللي فات مات. المنطق هو عيط باش يجربك هذاك عيط لك انت عزلتي وحده اخرى صافي هادشي اللي كاين عزلتي واحد السيد وحده اخرى ماشي هو. راه فين جربني ماشي هو اللي جربني ملي كاسر الطاوله شي عاود راسو. انا جيمه صافي اللي وقع وقع واللي كان كان وصافي دابا صافي الله يكمل لك بالخير انت هي في حياتك والله يكمل لك بالخير هو في حياته وعلى الجميع. دابا اللي وقع وقع واخا نجيمه تكرمي صافي تعصبت والله تكنكره تعصبت بزاف صافي ريلاكس ريلاكس دابا صافي دابا وقع وقع صافي دابا دوزي حاجه اخرى. نجيمه شكرا بزاف شكرا هضرتي معنا الله يعاونك الله يسهل الامور. صافي اخويا الله يسهل لك واسمح لي بزاف لا لا ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل. دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 300 05 30 300 300. انا نجيمه صافي اللي وقع وقع واللي كان كان وصافي دابا صافي الله يكمل لك بالخير انت هي في حياتك والله يكمل لك بالخير هو في حياته وعلى الجميع. دابا اللي وقع وقع واخا نجيمه تكرمي صافي تعصبت والله تكنكره تعصبت بزاف صافي ريلاكس ريلاكس دابا صافي دابا وقع وقع صافي دابا دوزي حاجه اخرى. نجيمه شكرا بزاف شكرا هضرتي معنا الله يعاونك الله يسهل الامور. صافي اخويا الله يسهل لك واسمح لي بزاف لا لا ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل. دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 300 05 30 300 300 واخا نجيمه تكرمي صافي تعصبت والله تكنكره تعصبت بزاف صافي ريلاكس ريلاكس دابا صافي دابا وقع وقع صافي دابا دوزي حاجه اخرى. نجيمه شكرا بزاف شكرا هضرتي معنا الله يعاونك الله يسهل الامور. صافي اخويا الله يسهل لك واسمح لي بزاف لا لا ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل. دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 300 05 30 300 300 ريلاكس ريلاكس دابا صافي دابا وقع وقع صافي دابا دوزي حاجه اخرى. نجيمه شكرا بزاف شكرا هضرتي معنا الله يعاونك الله يسهل الامور. صافي اخويا الله يسهل لك واسمح لي بزاف لا لا ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل. دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 300 05 30 300 300 شكرا هضرتي معنا الله يعاونك الله يسهل الامور.
صافا خويا الله يسهل عليك وسمح لي بزاف لا لا ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 05 30 300. الله يسهل عليك وسمح لي بزاف لا لا ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 05 30 300. ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 05 30 300. معنا الماش ممتاز 05 30 300 05 30